بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة. اليوم إن شاء الله راح نتعرف مع بعض على كيفية إنشاء حساب على جوجل سكولر، وأيضا كيفية إضافة البحوث على هذا المنصة. أولا، لكي يكون لنا حساب في جوجل سكولر يفضل أن يكون لدينا بريد إلكتروني مهني، يعني نفضل نستعمل البريد الإلكتروني المهني، يعني اللي يكون تابع للجامعة أو مركز البحث. أيضا يمكن الدخول بواسطة حساب جيميل، يعني نقدر نستعمل حساب جيميل. نبدأ بالطريقة تاعنا، نفتح الصفحة نتاع الانترنت، ديرو جوجل، بعدها جيميل، نختار الجيميل تاعي، بعدها ندخل كلمة السر، بعد الدخول إلى الجيميل. أنا عندي من قبل يعني حساب على جوجل سكولر بإيميل بروفيسيونال، حبيت نستخدم يعني هذا الإيميل باش ندير حساب آخر. دونك نفتح صفحة أخرى، جوجل وجوجل سكولر، نفتح جوجل سكولر. لاحظوا أنه هنا يعني راني كونكتي بالكونت تاعي، يعني هنا عندي مون بروفيل، ما بيبليوتيك، اليرت، ستاتستيك، ريشيرش افونسي، بارامتر. دونك باه ندخل المعلومات تاعي ندير مون بروفيل، كليك عليها باش نغير. دونك عندي لو نون تاعي، افيلياسيون par exemple une colonne in sample adresse mail validée. Donc domain تقول له هنا يطلب يعني الايميل الخاص ب الجامعة. دونك انا ما ندخلوش الايميل تاعي خاطر ديجا عندي كونت من قبل، نحي خلاص. ماشي، اللي عنده سيت تحت سيت يقول له سيفون. بعدها يجيب لك يعني لا ريشيرش اللي دارو هو تاع الاعمال تاعك هنا، ويقول لك يعني خير لو ترافاي تاعك. دونك راح تسيليكسيوني هكا وتقول له سويفون. لكن انا منش حاب ندير نفس لو نون تاعي البرينون تاعي، دونك لازمني نغير هذا خاطر عندي ديجا لو كونت. ليه ما عندوش الكونت يعني يدير هذه مباشره. دونك نرجع
الخلف عندي لو فوالا. راح نخير مثلا هذا كله سويفون، ما تحطوا الاسم تاعكم واللقب تاعكم، ماشي كيما انا عندي ديجا لو كونت من قبل. بعدها نقول له يعني اوكي. بعد ما تفتح لنا هذه الصفحة نقدروا يعني نديروا بعض التغييرات. مثلا هنا الاسم يعني مخالف لاحظوا بلي تغير. ايضا نقدر نفاليديو لادريس ايميل اجوتي، ملي تحط لادريس ايميل تاعك هنا تقول له اورجستري. حنا بخصوص يعني سورتو لي زادريس ميل يعني بروفيسيونيل، لاحظوا كان استعملت لادريس ميل العاديه. نقدر ناجوتي هنا ثاني فوتو، كليك هنا ناجوتي دي فوتو يعني باش يقدروا يعرفوك كي تدخل هنا لا فوتو تاعك. ايضا الخطوة الثانية هي كيفية إضافة البحوث. هنا هذا البحوث جابهم هو بار ديفو بخاطر حطيتو الاسم يعني اسم نقولو هنايا مجهول. بعدها نقدر ناجوتي دي زارتيكل بار اكزومبل. هنا إذا كان عندك بحث عليه في الإنترنت يعني وتحوس تبحث عليه وما لقيتوش، دونك هنايا تكتب له البحث تاعك وهو فور اكزامبل يبحث عليه، وتقدر انت تجوتيه من يعني البحث اللي تحوس عليه انت. فوالا. ايضا اللي ما عندوش بحث يعني منشور على الانترنت يقدر يجوتيه مانيوالمون يعني يدويا، سواء ارتيكل حط له التيتر تاعو ليزونتير بالطريقة هذه، لا دات دو بيبليكاسيون بالطريقة تاني هذه يعطيك ليكزومبل، لهنا جورنال فوليم نيميرو لاباج ليديتور وهكذا. ثم يضغط هنا بعدها اللي عنده سامي كونفيرونس من المعلومات الثانية، ايضا لي شابيتر لي ليفر لي تيز يعني في اشياء كثيرة نقدر نديروها مانيوال ناجوتيو هنا. دونك هذه يعني بعض يعني الخطوات لإضافة البحوث على منصة جوجل سكولر يعني تاع البحث العالمي. نشوفو يعني ديكونيكتي من هالكونت ونشوفو لو كونت تاعي بروفيسيونيل. ندخل على جوجل سكولر ديرو كونيكتي، بعدها نديرو اوتر كونت، نختار ليميل بروفيسيونيل فوالا فاليدي بار لونيفرسيتي الو مات باس. فوالا مون بروفيل، لاحظوا هنا يعني لو بروفيل تاعي. دونك اي ترافاي يعني عندك ماهوش يعني ماجوتي تقدر يعني تاجوتي ولا سيفريمي
على حساب يعني كل واحد وش يقدر يدير لك عجبتي بتاع الارتيكل او كلي مبينين هكا يعني ديكوشين يعني تراهم موجودين لي ماهمش ديكوشين يعني تراهم اتيتيك اكزامبل هذه نو اجوتي فوالا يعني لو ترافو تاعك هنا ثاني تقدر تاجوتي لي كون اوتور معاك تاجوتيهم هذه يعني فيما يخص يعني منصة البحث العلمي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنها عجبتكم وفاتتكم يعني كثير. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، لمازال ما اشتركش اشترك لأننا نحتاج دعمكم، وأيضا تفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب وترك لنا ملاحظاتكم وآراءكم في القناة أو في الفيديو. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.